تمام كده يا جماعة، عشان سامعيني وشايفين السكرين مش كده؟ اه يا دكتور سامعين، شايفين كويس؟ طيب سمر جميلة كانت معايا، اه دخلت يا دكتور، مع حضرتك يا دكتور. كنا واقفين عند ده، انا اخر واحد ده، ايوه ده هنا نامه، لو في اي ليجن هنا او كالسيفيكيشن او حاجة هيبقى تحفة، هيبقى ده البيست بالنسبة للسونار. بصي بقى السونار بقى البيشنت دي بقى عبارة عن ايه، كله كل اللي شايفاه ده ايه، فات فات اللوبيول، فات لوبيول. طب قولي لي بقى يا سمر، هو هنا الفايبرو جلاندولار تيشو، جلاندولار تيشو اختفى، طب ايه الابيض اللي باين هنا ده؟ في الصورة اللي تحت اه الابيض ده ايه اللي هو دي زي فايب، دي اه فايبرس تيشو. متفقين في الاناتومي ان الفايبرس كونكتد تيشو ده موجود في كل الفيميل في اي مرحله من عمرها، موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، عشان قلنا ان ده اللي بيحافظ على الشيب بتاع البريست بتاع الفيميل، يعني ملوش علاقه انها ست كبيره او صغيره. انا نعمل ايه المفروض بقى، نعمل لها المام ونلاقيه كله جراي، مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكون في اي باند تعمل سبورت للايه للبريست، فالابيض ده هو ده الفايبرس باند اللي هو الكونكتد تيشو. طب قولي لي بقى يا سمر، يعني اتمنى ان تكوني فاكره يعني الجزء الابيض اللي هو الهوموجينوس ده، اللي هو ايه، اللي هو structureless، اللي هو تحسي ان انت مش عارفه تمسكيه، ده ماس ولا ايه، ده انهي جزء في الاناتومي؟ ستروما. الستروما. برافو عليك شطوره يا صاحبي. نشوف بقى. بصي بقى، انا هسال بقى كده ده كله اسئله. اتنين معايا يلا يا دكتور، معاك يا دكتور. الصورة دي زي ما انت شايفة كده، طبعا ده بريست الترا ساوند. اوصفيلي بقى، هتكتبي في الوصف بتاع، المفروض ان انت في كل صورة في كل بريست بتكتبي هل هو من وصف الالترا ساوند او الايكون في الريبورت، بتكتبي ده سايت اللي هو الجلاندولر، او اللي هو في ميكس ما بين الفات والجلاندولر تيشو، او هوموجنس، يعني ده اسمه هوموجنس في جلاندولر، اكتر هم اكتر من الجلاندولر تي، وده هيتروجينوس فات مع جلاندولر، وده هوموجينوس في فات، فهمتي الاكسبريشن؟ ده تمام. هيوصل فات يعني كله فات، وده هوموجينوس في جلاندولر يعني اغلبه جلاندولر، ده اللي هيتروجينوس اللي هو جزء فات، جزء فات وجزء ايه جلاندولر. طب قولي لي بقى ده ينطبق عليه اي حاجه؟ ده هيتروجينس فات في بلاند. ايه جلاندولر؟ الجلاندولر هنا مش باين خالص، هنا اكتر فات، مش بالقصة بالملي. طب ما هنا بصي، هنا باين بتوصفي على الاغلب، الاغلب بتاع البريس بتاع ده اغلبه ايه، يعني لو احنا قسنا ان ده هتلاقيه مثلا واحد 5 مللي، وده اكتر، فهمتي؟ كله فات، انا مش شايفه فايبرو جلاندولر خالص. بصي بقى، يعني انا لما اشوف البريس بتاع التنين ده اقول دي ست كبيره ولا بنت صغيره؟ لا كبيرة. ست كبيره لانها كلها فات فات ايه، والفايبر انت خليكي معايا على الصوره دي الاولانيه دي كده، قولي لي ده ايه، ايه ده؟ جلانديولار تيشو وشوفي الفات قد ايه. فات قليل اوي، اه يبقى يدوب. ده اي، يبقى دي بنت صغيره ولا كبيره؟ لا دي يونج ايج. تمام. طب واللي تحتها؟ برضو ده جلانديولار تيشو، دي ده فاتي، فاتش فاتي، ودي ودي فات برضو. ودي جزء فات وجزء جلانس. تمام، يعني ده ده رول عليه كرش. يعني ده هتقولي انها هيموجينوس جراندولار، اكتر اكتر نسبه الجراندولار، لكن ده هتقولي عليه ايه، انا شايفه ان هو هيتروجينس. قد بعض. ايوه ده قد بعض، فهمتي الوصف؟ طب وده برضه هيتروجينس، ممكن يمشي هيتروجينس. فهمتي بقى الفرق، يعني لما تبقي تقري بقى ريبورتس بعد كده في البريست هتبقي فاهمه ان هو لما بيقول لك هو يعني جلاندولار اكتر، هو بيبقى فيه فات طبعا، مفيش فيميل ما عندهاش فات، بس هو بيبقى قصده يقول لك ان اغلب التيشو بتاعها جلاندولار، فدي عمل لها تمام. سونار ما عملهاش ميمو. هنا يقول لك هيتروجينس يعني ايه، يعني اه لا ده في حبه فات وحبه ايه جلاندولار، ده خلاص ده هوموجينس فات، ماشي تمام. خلاص كده. طيب استنى.
عنه كده تقريبا. دي انا اكتر دي كل المعلومات عن البريست الترا ساوند تكنيك وبوزيشن وانديكيشن وشيب وانوتيشن. مفيش اي حاجه تانية ممكن تتقال في الجزء طبعا البريست الترا ساوند بقى وصفه والبايراد والليجن ده اكيد هنتكلم فيه لما ندخل في محاضرات السكند اكتر يعني. بس دي الهنت البسيطه اللي احنا بنتكلم فيها عن اوضاع البريست والحاجات بتاعته واي اسئله فيها على الاناتومي او الضغط اعتقد ان احنا لمينا بيها في المحاضرات. فاضل لكم بقى تكنيك هو اصلا تكنيك ما كانش ما بنشتغلوش كتير بس ما دام عليكم في المنهج لازم تشرحوه وتفهموه وتشوفوا هو بيتشرح ازاي. بصي خلينا بقى مين اللي معايا نشوف. سارة ايه دكتور نيفين زي حضرتك. ازيك يا حبيبي؟ بصي يا سارة الداكتوجرافي ده طيب الداكتوجرافي ده احنا تفتكري ان احنا هنستخدمه اكيد هنستخدمه مع مامو. هو عبارة عن انا بحقن صبغة يعني هيبقى فيه لون ابيض هيتحقن في صورة اكس راي زي هيبقى عامل زي ايه؟ زي الاي فيو اللي هو اللي احنا كنا شاطرينه قبل كده اللي هو بتاع الكيدني. بتحقني صبغة وبتصوري صورة اكس راي هو ده فكرة الداكتوجرافي او الجراكتوجرافي. طيب تفتكري بقى طبعا اي تكنيك في اي حاجه لازم نشوف الانديكيشن ومش عارف تفتكري ايه الانديكيشن لحد ان احنا واحده نعمل لها داكتوجرافي او جراكتوجرافي نعمل لها سونار ولا نامو وخلاص. هو اكيد لو انا شاكه ان في مثلا مشكله في الضغط نفسها، سواء بقى ماس او مثلا obstruction او كده. طيب مش وانا ايش عرفني انا هعرف منين انها عندها مشكله في الضغط وممكن تكون عندها مشكلة في اللوبيولز. مش احنا عارفين البريست عبارة عن لوبيولز لوبيولز وبتسمع في داكت وبعدين بيفتحوا في النفل ده في الاناتومي. وانا ست جاية ايش عرفني انها عندها مشكلة في الضغط ممكن تكون في اللوبيول اللي هي اللي ورا اللي هي البوستيريور. ما اعرف منين لازم حاجة معينة تقوليها. The most common indication of galactography is female complaining of nipple bloody nipple discharge. دي الكيورد او النقطه اللي انت عارفاها 100% هي دي الحاجه. بس انا واحده بتشتكي انها عندها بريست لامب او جايه بين او عملها جراكتوجرافي على طول. لا طبعا الجراكتوجرافي ده حاجه اسمها انفيزيف تكنيك يعني فاهمه قصدي ساره يعني مش سهله ان انا اعملها. ده اولا في الاناتومي بتاع البريست لازم تعرفوا ان الجزء بتاع النيبل والاريولا ده فيه نيرفات وبينفول جدا. لو في ليجن ولا حاجه في المكان ده وبناخد منه بايوبسي الفيميل حرفيا بتبقى بتصوت بتصوت لان ده الليفل بتاع السنسيشن بتاع النيرفات الاندكس بتاعتها موجوده هنا. فطبعا مش معقول هعمل داكتوجرافي اللي هي اوريدي الفتحه بتاعتها في النيبل والاريولا وهعملها without indication strict. هي الانديكيشن الموست كومن او الموست امبورتنت انديكيشن في كيس الجالاكتوجرافي it's female complaining of bloody discharge. قصدي ايه بقى يا ساره بالمعلومه دي؟ قصدي انها لو بتشتكي ان في ميلكي ديستشارج بتنزل من النفل انا مش هديها مش هعمل لها داكتوجرافي. لو الديستشارج اللي بتنزل منها بيورلاند او فيها بس مش هعمل لها داكتوجرافي. فهمتي؟ البلاد تمام. بس. ليه بقى تفتكي البلادي بتخوفني عشان ببقى خايفه من ايه؟ هو يعني اكيد بقى في بقى يعني مالجنانت ماس او حاجه ان هي بتعمل ايروجن. بابيلوما يا اما بيناين بابيلوما يا اما لان بابيلوما دي برضو بتعمل بلاد ديسشار او مالجنان بابيلو كارسينوم. بس الفكره ان خلاص ما دام دخلت مرحله البلادي لا ده احنا نقلق بقى. لكن لو هي بقى في ميل جايه بتقول في ميلك بينزل طب ما انت ممكن يكون عندك ممكن الكومبلين الاكثر بتبقى في ميل فيرجن ما لسه ما اتجوزتش وما رضعتش وبتيجي تشتكي تقول انا في لبن بينزل من النفل بتاعتي. ده مش انديكيشن ان انا اعمل لها داكتوجرافي. المفروض انا دكتوره وفاهمه ان ده ممكن نعمل لها مثلا سله نعمل لها ام ار اي على السله عشان نشوف عندها حاجه في البيتيوتري ادينوما او حاجه هي اللي معليه لها نسبه البرولاكتين. فانا كراديولوجي ابقى عارف الكومبلين بتاع البيشنت بيؤدي لي اي اشعه. انت اوريدي جايه هتيجي تشتكي من نسبه ديسشارج لا يعني انت تروحي تشوفي في هرمون ليفل بتاعك نشوف الليفل بتاع البرولاكتين. لو لقيناه عالي نعمل لك ام ار اي سيلا نشوف فيها ايه لكن ما عملهاش دكتور. تمام. بصي تمام. الانديكيشن هو بيقول لك اهو انديكيشن انجكشن اوف كونتراست ماتيريال تو كرييت بيكتشرز اوف ذا انسايد اوف ذا بريست ميلك داكت. طبعا احنا قلت لكم قبل كده ان الداكت مش بتبان في الماموجرافي غير لو محقونه او فيها باثولوجي او دايليتد لاي سبب.
يعني الضغط نفسها قلتلك، وحتى في السونار بتبقى الوول بتاعها كولابسد على بعضه، يعني بتيجي في ميت عادية بنلاقي الضغط كولابسد مش باين حاجة. بتبان امتى؟ لو في ضغط كتير في السونار، صح ولا غلط؟ احنا بنشوف الضغط بيكون دايليتد. فانا عشان عايزة اعرف الضغط دي عبارة عن انابيب طويلة، فانا عايزة اعرف الباثولوجي اللي جواها ايه. بتاع ده، فعشان كده بقول عايز اعرف الباثولوجي جوه ايه، فعشان كده بعمل الايه، بعمل الكراتوجرافي ده. تمام. تمام. بص بقى ايه بقى البروسيدجر، يقول لك اهو الكراتوجرافي is typically not called for the woman in the condition دي. شفتي بقى زي ما كنت بقول لك اهو، discharge that is milky او blue green او green او gray او كذا is not a cause for concern. لو جايه مثلا، لو ست بتشتكي ان في كذا ضغط وبتطلع الديسشارج دي فيها انفكشن، فيها باس، فيها مش عارفه ايه، مش هعمل لها داكتوجرافي. ده نفس الكلام انا كنت بقوله لك. او لو في ميل عندها ديسشارج من ناحيتين مش من ناحيه واحده، بوث بريتس بيجيبوا ديسشارج وما عندهاش تشيلدرن، فنفس الكلام اللي انا قلته لك اهو، شايفاه مكتوب، بس هو ده مكتوب ان المشكله ساعتها هتبقى عندها اي حاجه في البيتيوتري، فاعمل لها ام ار اي على السيلف. تمام يا ساره؟ يعني الكلام اللي انا قلته هو ده اللي مكتوب في السلايد. بصي بقى تمام. التكنيك بقى، يبقى كده كل تكنيك الانديكيشن بتاعته عرفناها. الانديكيشن بتاعت السونار امتى؟ بعمله للستات الصغيره اللي عندها 25 سنه، عايزه اخد بايوبسي، عايزه اعمل كذا، وده لو ست ايه بتشتكي من ديسشارج. الطريقه بقى، متخيله الطريقه هتتعمل ازاي؟ الطريقه اولا المفروض ان الفيميل هتبقى قاعده، وهنجيب الجزء بتاع البريست بتاعها، طبعا هجيب لكم صور دلوقتي، هنجيب البريست بتاعها وننضفه طبعا، ونحط بيتادين، لان انت هتدخلي هتعملي انفيزيف بروسيجر، فلو الحاجه مش متعقمه ممكن تدخلي لها انت انفكشن، تمام. داخله كده حقنا لها انفكشن، هتنضفي وكل حاجه. وبعدين ايه، تكون ضغطه، ده التكنيك ده اللي هو ازاي بتعمله، بنضغط على الهيته اللي هي بتشتكي، تقول لك الضغط المعينه اللي بت ايه اللي بت بتفرز الافرازات دي. طب انا هو دلوقتي جايه لي بقى عشان احقنها، انا هبقى عارفه منين؟ هي لازم تمسك الضغط اللي هي بتجيب الافرازات دي وتضغط عليها هي بنفسها بايديها لغايه لما تنزل الافرازات قدامك. فهمتي؟ انت بقى دكتوره وهتشتغلي الحاله، تفضل ماسكالك البريست بتاعها والضغط اللي هي شايفه انها بتنزل دم، وتضغط عليها قدامك عشان انت تقومي ايه معلماها. بتحطي مثلا، بتحطي ماركر او حاجه، لان احنا عارفين ان النتل فيها ال 15 اوبننج بتاعه الدكت اللي احنا قلنا، او اللوبس اللي احنا قلنا عليهم 15 فتحه. انا ما ببقاش عارفه هي اي فتحه، فهي بتمسك البريست بتاعها من فوق وبتضغط عليه سكويز عشان تحدد لك بالظبط ايه الـ ايه الدكت اللي بتنزل. بعد كده مدخله قسطره بلاستيك كده، هو طبعا انت مش متخيله شكلها، حواليك شكلها دلوقتي. بصي اهي، شايفه المنظر؟ شايفه دي بقى الايه، دي بتاعت الجلاكتوجراف. شايفه المنظر، شايفه السن ده، وشايفه البتاع دي، السن ده هو ده اللي بيدخل جوه الايه، جوه الدكت، ماشي؟ عشان تحقني بقى الايه الصبغه دي، شايفاها الصبغه؟ طبعا بنحطها هنا في سرنجه وبتقومي موصلاها وتقومي ايه حقنا الايه. طب ليه بقى البتاع دي طويله؟ انا ممكن كنا نوصل السرنجه دي على طول، شايفاها؟ يعني ممكن نوصل السرنجه دي، ايه لازمه الخرطوم؟ عشان عشان هو احنا المفروض ان انا بعملها graduation صح؟ بحطها على جهاز الماموجرافي وهعمل لها كومبريشن، فانا هحقن ازاي؟ انت عارفه وضع البوزيشن بتاع المامو، هي هتقوم بقى تقف بعد، وانا خلاص حددت الضغط ودخلت فيها السن وعايزه احقن. طب ما انا ممكن احقن الصبغه، وعقبال ما هي تقوم تتحرك وتصور المامو يكون الصبغه اتسحبت ولا راحت، فهمتي؟ فانا بعملها بالبتاع اللي هو ده تمام. عشان خاطر لما يبقى في ديستانس ما بيني ابقى انا بعيده عنها وهي بتتصور، فهمتي؟ يعني هي هتقف على جهاز المامو، وهنحط البريست كومبريشن وكل حاجه، وهندخل السن بتاع الضغط، نجي واحقن، وتقوم الست اللي هي الفنيه تقوم مديه اوردر بانها تصور في فولت وميلي امبير. فلازم تبقى في خرطوم عشان ابقى بعيده انا عنها، ما ابقاش انا اتعرض للراديشن. فمتخيله الوضع؟ هوريهولك الصوره. بصي اهو، طبعا انت كده بتسحبي كده، بتطلع البلاط في الايه، في الكانيون نفسها، هي النيفل دي مثلا، وانا مدخله السن اهو، فانا وهي واقفه هقوم هخلي بقى الخرطوم بعيد عنها شويه عشان لما تيجي تضغط على البتاعه
واحقن السبب انا بعيده عن الايه، عن السمير. اهو بص المنظر، شايفه شايفه دي، تخيل انا بحقنها ازاي اهو. انا كده الصوره دي صوره ان انا بسحب بيها ده. انا لو انا عايزه اخد ايه، عايزه اخد عينه من البلادي ستشارج دي واحللها، دي انا بجيبها في كذا صوره. دي الصوره دي لو انا بدخل السن على طول جوه النتر وبقوم واخده منه ايه، منه عينه. الصوره دي اللي هي صوره السن وانا لسه هوصله بالايه، بالكانيولا. كذا صوره اهو. ودي بقى لو واحد بيفتح عشان خاطر عاوز يشيل الضغط اصلا. فهي هو الفكره ان انتوا تبقوا عارفين اهو، هو بقى المكان النقط دي، هي دي مكان فتحات الضغط في الايه، الايرو لو النت اليسار. شلتها هو ده يعني مثلا زي ما انا عملت له جايد واير مثلا عليها حاجه شبه كده ده ايه؟ جايد واير. جايد واير دي انا بعملها له قبل لا ده هو الدكت. الدكت دي مش محتاجه ان انا احط لها جايد واير، ده هي من بره اصلا، دي حاجه سوبرفيشال. الواير ده انا بحطه للليجن الديب. ليه؟ بركب له الجايد واير ده على ليجن ديب من ورا مثلا، زي الليجن ده كنا شايفينها من شويه، واقوم حاطه عليها واير. عشان ايه هدفه؟ ان انا اقول له الليجن مكانه هنا، هو حط لك الواير، لان في عيانين بنضطر نديهم كيمو ثيرابي قبل السيرجن. مش انت عارفه المعلومه دي؟ عشان في اقلل عيانين طبعا عشان تقللي السايز بتاعه. فبقوم انا مدخله الواير ده في البريست بقى نفسه، في البريست تيشو، مش في الدكت. بقوم مدخله الواير في البريست تيشو، واقوم شبكاه في تيومر. عشان في بعض الحالات اكتشفوا ان احنا لما بنديها كيمو ثيرابي الليجن بيحصل له شرينكج خالص، فما بنشوفوش. يجي الجراح يجي يفتح يقول ايه ده، ما شاء الله كيمو ثيرابي قضى على تيومر انا مش لاقيه، وبيقعد يدور على مكانه بعد كده. فالدكتور الراديولوجي بقى ما دام عارف ان البيشنت متحدد لها انها هتاخد كيمو ثيرابي وحاطط له واير الاول، يقول له ابدا جلسات الكيمو ثيرابي براحتك، بحيث لو الليجن او التيومر صغر في حجمه لا يبقى انا مكانه معروف، بحيث لما افتح اعرف بقى اشيل وسيفتي مارجن وكده. لكن الضغط مش محتاجه ان انا احط لها واير، هي حاجه سوبرفيشال اصلا، الدكتور بيفتح عليها على طول ويشيلها. فهمتي؟ بصي صغيره على قريبه، مش محتاجه ان انا اركب له فيها حاجه. ده انا بوريكي ازاي دخول السن في الايه، في المكان النيبل والايه، يا اما بسحب بتشارج، يا اما ان احنا ايه ندخل لها صبغه. بس احنا بندخل بقى السن هنا في البريست في النيبل، وبحقن بقى الصبغه بتاعتي اي كميه من الصبغه، وبقوم واخده العيانه على طول بقى على جهاز النامو، واضغط بالكمبريسور واصور. تمام كده؟ فاهماها ولا في حاجه مش فاهماها؟ لا تمام فهمي. الصور دي انا جايبها لكم عشان تشوفوا المنظر بتاع الفتحه، ازاي السن بيدخل في الضغط، هنا هنا بيسحب، هنا بيسحب، هنا اماكن الضغط. جايبها لكم جمعها لكم كذا صوره يعني من هنا، فاهمه كذا، دي اللي بيخش يحقن فيه. بصي بقى الصوره في الاخر بتبقى عامله ازاي. دي بقى صوره بعد ما حقن، مش طالع بقى. خدي بالك بقى، لو انا مش طالع بقى السن ولا طالع اللي هو الكانيولا اللي هي الخرطوم ده ولا حاجه، لان انا بحقن من بعيد، انا بعد الخرطوم عن بره البريست وبحقن، اللي بيبان بس الصبغه والبريست. شايفه الصوره؟ انا المنظر اللي هو ده مش باين معايا في الصوره، لان انا واقفه جنبها. يعني السن ده انا بحقن من بعيد، وفي خرطوم بره الكاسف اصلا، اللي المفروض السن مش باين. انا بس البريست بقى يضغط عليها، ضغطت على البريست عليها وحقنت. طب ازاي الصوره دي؟ قولي بقى شايفه ايه بقى، شايفه هو حقن كده في ضغط واحده ولا في كذا ضغط؟ هو حقن، انا شايفه تو داتس تمام، برافو عليكي. طب وايه اللي حصل بقى في الصبغه؟ اتفرعت بقى جوه في الداكس اللي هي اللوبيوليشن بقى بتاعت الداكس صغيره بقى، الاخر. وهتطلع في كمان، رايحه كمان عند اللوبيوز الصغنونه، هي شايفاها؟ تمام. هي طب هنا في باثولوجي؟ انا مش شايفه باثولوجي بصراحه. يعني انا كده ان انا لما احقن الست بالداكتوجرافي المفروض ان انا اشوف الضغط اللي انا عايزاها، والاحسن عشان اتاكد ان السكه سالكه ان انا اشوف كمان التيرمينال لوبيولز الصغنونه اللي هي ايه دخلت، يعني كان السكه هنا كلها سالكه. شايفاها؟ لكن هو ما ورانيش بقيه البريست، ما مفيش بقى، مفيش دكتور فاضي بقى هيقعد يحقن كل الضغطات ويورينا البتاع كلها، هي بتبقى الضغطين او ثلاثه بس. طيب بصي كده، وديني في هنا حاجه في هنا ليجن فين؟ الأسود اللي في الضغط، هي الفيلنج ديفكت ده، دي فيلنج ديفكت ايوه نص. شاطره، برافو عليكي. بصي بقى
لما هو حقن هنا الضغط دي، هي طبعا كانت بتشتكي منها، مش باين طبعا ده السن ولا حاجة، اللي باين ان اتحقن هنا اهو، مشت ملت وبعد كده جت هنا ما ملتش. هل بقى قدر يكمل على بقية اللوبيوز والحاجات اللي ورا؟ لا مش هتحقن. بصي هنا عملت فيلنج الست، يبقى دي بقى ايه؟ لا انت كده خلاص، يبقى الست دي البليدنج بتاعها سببه ايه؟ فيلنج ليجن. الست او في تيومر او حاجة. تمام، شكرا تمام، جدا. شكرا. طبعا خضراجي سمر معايا. طيب ريم دكتور معايا. حضرتك معايا كويس؟ كده سمر معايا تمام. فممكن فهمتي كده تعمل سامعاكي؟ سامعاني يا دكتور؟ اي حاجه كمان؟ تمام، فاهمه الداكتوجرافي والجالاكتوجرافي ولا مش فاهماهم؟ فاهماهم يا دكتور. طيب يعني انا دلوقتي قلت لك البوزيشن بتاع الفيميل وهي بتعمل جالاكتوجرافي، بتبقى قاعده ولا واقفه ولا نايمه؟ تبقى واقف ليه؟ عشان لما يتحقن يحصل سيبريشن للضغط، للفلويد يعني، للسبب. تبقى واقفة عشان هو تصوير مامو، ده الرد. هي الدكتوغرافي ده تصوير مامو، الفيميل في المامو لازم تبقى واقفة. احنا بس بنقعدها امتى بتقعد في الدكتوغرافي؟ واحنا بنعملها البريباريشن للتكنيك. هنا مثلا احنا قلنا مفيش بريباريشن في البريست التراساوند، لكن الدكتوغرافي لازم اعمل كومبليت سترلايزيشن للبريست ببيتادين او حاجة، والجزء بتاع النيبل والبتاع ده لازم اعقمه كويس جدا. يبقى ده من البريباريشن، انا لازم اعقم عشان بعد ادخل لها انفكشن جوه، ممكن ادخل لها انفكشن جوه الضغط. فلو حد قال لك ايه البوزيشن بتاع الدكتوغرافي، يبقى البيشنت واقفه مش قاعده. القاعده دي بس واحنا بنعمل لها البريباريشن عشان ننضف لها مكان البتاع. وليه واقفه؟ عشان هو فحص مامو، هو فحص مامو واستخدمنا فيه صبغه زي الاي في يو، ما هو صح فحص اكس راي واستخدمنا فيه صبغه، هو نفس الفكره بالظبط، نفسها بالظبط. طيب قولي لي، المفروض ان الضغط اللي هي اللي بتتحقن ممكن الدكتور يحقن 20 ضغط في المره، ولا لازم يعني سيلكت ضغط معينه؟ والخط قطع، الصوت قطع، مش سامعين يا شباب ولا الصوت قطع؟ لا، هي سمر بس انا بطشية، فممكن يكون النت معاه مش طب كويس. معلش يعني خلاص مش مشكلة. مين معايا؟ مريم. ايوه يا دكتور، مع حضرتك. معايا مريم، قولي لي معلش انا ما كنتش عارفة ان سمر كان ضغط شوية. قولي لي يا مريم، الضغط هل ينفع اثناء الماموجرافي ان انا اعمل كل ال 15 او ال 20 ضغط اللي عندنا في البريست، ولا هو بيبقى سيلكتيف؟ لا، بنحدد سيلكتيف ضغط معينة اللي هي بيحصل منها الديسشارج. طيب في البريباريشن، احنا كده قلنا في البريباريشن البيشنت نعمل لها كومبليت سيريلايزيشن، ونعمل لها حاجه كمان لازم هي تعملها بنفسها، ايه هي؟ ان هي بتقعد وبتضغط على البريست عشان الضغط المعينة هي اللي تطلع الديسشارج. برافو عليكي. طيب وهل المفروض ان الايكويبمنت بتاعنا في اثناء الفحص، خدي بالك الفحص انديكيشن بريباريشن ايكويبمنت، السونار الايكويبمنت اللي هو البريست اللي هو السونار بتاعنا، طب الايكويبمنت هنا ايه؟ اللي هي دي، هوريها لك تاني في دي الايكويبمنت هي بتاعتنا، النيدل دي. اسمها سمول كاتيتر او بلاستيك هولو تيوب، ماشي، وبتبقى انسيرتد انتو الايه الميلك دكت دي. ويبقى معانا طبعا كمان في البريباريشن لازم تقولي في صبغه، يعني هتقولي في سن وكاتيتر وهولو تيوب اللي هي التيوب دي، لازم نقول ان احنا بنحقن صبغه. طب ايه الصبغه؟ اليوروجرافين بتاعتنا العاديه اللي احنا بنحقن بيها اي حاجه، الاي في يو، بريست، اي حاجه، هي اليوروجرافين البتاع بتاعها. طبعا ما ينفعش بقى نقول احنا بندي يعني مثلا في الاي في يو نقول احنا بندي مثلا 1 مللي بير كي جي، بندي مش عارفه لو واحده وزنها 75 كيلو ندي 75 مللي. احنا هنا مش بنحقن، مش حاجه هتلف في السيركيوليشن وتتنزل في اليورين. الضغط دي حقن موضعي، يعني بتحقني حاجه بسيطه، فممكن تحقني مللي او 2 مللي بس من الصبغه او 3 مللي. فاهم قصدي يا مريم؟ يعني احنا لما بنكون في السي تي والام ار اي بنحسب الصبغه بالوزن،
عشان خاطر دي هتلف في السيركيليشن وهتطلعي في السيركيليشن. لكن دي بنحقن 3 4 مللي بس، بندخل السن جوه وبنحقن حسب تقديرك انت، مثلا شايفه تحقني 3 مللي او 4 مللي وخلاص. تمام، خليكي بقى معايا. او ثانية شوف حاجة تاني عشان واضح ان انت عندك ايه، ضوضاء شوية. ضوضاء دي عندي مين؟ ثانية واحدة. ايه يا دكتور ما حضرتك؟ لا خلاص اشوف حد تاني. برين معايا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. تمام اوكي، شوفي كده يا ريم بقى الكويس دي، قولي لي اذا هنا البريست ده ايه رايك فيه؟ اولا البريست ده معمول ميدي لاترال اوبليك ولا كليني كودر؟ انا لسه داخله المحاضره يا دكتور والله، بس لا ده مش المحاضره دي اصلا، ده ايوه المحاضره اللي فاتت ده كرونيو كودل، ليه؟ عشان هو متقسم كده يعني انر لا مش فاكره يا دكتور صراحه. طيب ساره فاكره؟ ايه يا دكتور ده ميديو لاترال اوبليك علشان فيه الاجزاء اللي باينه، مش الاجزاء اللي فيه بيكتوراليس ماسل باين. تمام، طيب ودي بقى الاستراكشرز اللي باينه في النمو ده ايه؟ يعني دي ايه؟ معلش هو حضرتك بتشاوري فين؟ دي بكتيريس ماسل. طب ودول ممكن يبقوا ايه؟ الابيض الصغنن من ده لنف نود. برافو، ده البريمامري فات، وده ده بقى اللوبيلر تيشو يعني اللوبيلر جلاندولار تيشو او مامري تيشو. ده ريترو مامري فات. طب والجلاندولار تيشو ده الكومبوننت بتاعته ايه؟ شايفاه هوموجينس؟ يعني بيعبر عن اني اريا كونكتد تيشو اللي هو الستراكشرلس هوموجينس اريا كده، ما انتش قادره تمسكيه بريجن او حاجه، صح؟ تمام. طب بصي على البريست ده، لا هو ده اكتر دنس جلاندولار تيشو، ده اسمه فايبرس كونكتد تيشو اللي هو ستراكشرلس هوموجينس، حاجه هوموجينس كده. طيب والحاجات البيضه دي فايبرس سترانس. تمام اوكي، تقدري تقولي لي بقى مين اكبر سن في الصوره؟ او نمبر اي. ليه؟ لان هي كلها تقريبا فات ما فيهاش جلاند. مين اصغر سن في الصوره؟ دي. تمام اوكي ماشي. شوف حد تاني، مين يا ربي؟ اسماء. ايوه يا دكتور مع حضرتك. ودي لي بقى الليجن ده مكانه فين في الالترا ساوند؟ ايه ممكن يمشي في اريا 2 واحد او 2. انا مش حاطه، مش قصدي الساعه، لا ما انت عمرك ما هتعرفي الساعه وانا جايبه لك صوره سوليد. انا قصدي تقولي لي مثلا ده ايه في الاناتومي السكين، ده ايه مثلا كان ده ايه في البريمامري فات؟ لا تقولي لي ان هو في، بصي دلوقتي الليجن ده انا جايبه لكم عشان كده، انا جايباه متعمده يعني. الليجن ده واخد جزء منه طالع على الجزء بتاع الفري ماماري فات وجزء فيه الفايبرو جلاندولار تيشو، صح ولا غلط؟ طيب انا دلوقتي مش قادره اعرف هو طالع منين فيهم، صح؟ هو واخد نص نص بالمفروض بقى بالمعرفه، هو الجزء الماماري فات ده ايه الليجن اللي ممكن تطلع فيه غير لايفوما مثلا او حاجه فات اكتر؟ يعني قصدي كل ما تلاقي ليجن هايبو كويك في الالترا ساوند كل ما كان منتمي الى الفايبرو جلاندولار اكتر، لان الفات ما بيطلعش منه بالليشن ليجن معينه زي سيست او لايبوما او حاجه فاتي، هيطلع ايه تاني بالكومن كده؟ ممكن يطلع ايه في الحته بتاعت الفات اللي بره؟ يا اما سيستايه صغيره سيبيشيا سيست مثلا او تروماتيك سيست او حاجه، او اللي هو اللايبوما او كده. لكن لما تلاقي ليجن هايبو اوكويك وانت شايفاه مش قادره تحددي هو فين من هنا او هنا، يبقى اكتر ان هو تبع الفايبر جلاندولار وعامل امكمبريشن على الايه، على الكات لوبيول، فاهمه قصدي؟ لما هو هايبو اوكويك فانت المفروض تبقي عارفه كل لير بيطلع منها ايه،
لو عرفتي كل اللاير بيطلع منها ايه هتحددي الباثولوجي. هو سكان هيطلع منه ايه، سيستايا مثلا او حاجه، الفات هيطلع منه، لايبوما هيطلع منه، سيبيشيوس سيست. هنا لازم يطلع بقى الليجن، فايبرو ادي، فايبرو ادينوما، فهمتي؟ هنا ماشي. مكان الجلانجولار والبري ميموري فات والريترو ميموري مش باين قوي والبكتوريس ماسك. تمام. ممكن نشوف بقى، خلاص فاضل ايه؟ ممكن داريا. داريا مش موجودة. أميرة. طيب أميرة، أميرة، معاك يا دكتور. أميرة، الفحص ده إيه؟ الفحص ده جالاكتوجرافي. طيب وشايفة بقى إن هو حائن في ضغط واحدة ولا في كذا ضغط؟ هو حائم في ضغط واحدة بس بصي بقى الضايق. هنا، بصي بقى هنا إيه الصورة بقى جايبة مين هنا ده؟ ده إيه؟ ديت النيدل اللي هو داخل بيها. برافو عليكي، ده النيدل. هو كده بقى اللي مصور، مصور الصورة من بره، لكن هو المفروض اللي يطلع علينا احنا بقى بيتقطع في ده ويبين لنا المامو بس. احنا بقى باين الحقنة نفسها والسن اهو، شايفينه؟ دي نفس الصورة انا كنت موريها لكم، وحقن الصبغة والسن دخل. طب قولي لي في باثولوجي؟ في حتة فيها فيلينج ديفكت اللي عليها السهم دي. ماشي، حتة واحدة. امال دي ايه؟ في برضه تمام اوكي. طب وايه بقى اللي حصل بعدها؟ حصل عادي. الدكتس واخدة يعني الضاي مالية الدكتس بعدها عادي. طيب معنى كده ان الفيلينج ديفكت ده مش سادد قوي، بارشال. عايزاكي تقولي كده ان في بارشال فيلينج ديفكت، والصبغه كملت ودخلت ايه على الحاجات اللي هي الضغطات الصغننه. بصي بصي كمان النقط الصغنونه الروبيولز بانت اهي، شايفاها؟ يعني ده بارشال ديفكت، قصدي تقولي انها بارشال ديفكت. بارشال ديفكت ده معناه ان هي ايه، مش سادك، مش ساده كل الضغط يعني. ماشي، ماشي يا دكتور. ثانك يو، شكرا لكم جميعا. اتمنى ان تكون المحاضره، انا كان نفسي تاخد زوم ميتنج واحده بس هو دايما محاضراتي بتطول كده، معلش. هو ده التكنيك، فاضل لكم بقى معايا في التكنيك.